السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب في المعمل أو الشرح بتاع النهاردة الخاص ببرمجة وتشغيل المخارط السي بي سي. النهاردة في السيشن بتاع النهاردة المفروض إن ده شغل عملي على برنامج الأوكسفورد. هنشتغل النهاردة في تمرين جديد على نفس اللينس اللي هو 50 ودايمتر 25. التمرين بتاع النهاردة هيكون في بعض العمليات الجديدة اللي هيكون فيها شنفر وفلت، وده اللي هي المهارات اللي هتضاف للتمارين زي ما احنا كنا قلنا في السيشن اللي فات. هنبدأ نرسم في المشغولة بتاعتنا اللي هو أول تخفيض أو أول دايمتر عند 15 مليمتر، وبعد كده هناخد اللينس بتاعنا في اتجاه الزد، وبعد كده هنطلع عليه التخفيض الثاني والتخفيض اللي بعده، كلها خطوط لينير، وبعد كده هنعمل البارتنج اوف وفقا للرسمه بتاعتنا. يبقى كده البروفايل كابعاد خارجيه خالص، بس اللي عند الحد ده ما انتهاش عندنا الشغل. هنحتاج ان احنا هنعمل الاوامر اللي هي المهارات الجديده بتاعت النهارده اللي هي الفلت والشنفر، بتبقى من القايمه دي. زي ما احنا شايفين لو اخترنا احدهم اللي هو عباره عن شنفر، هنبدا نحدد الكورنر اللي احنا عايزين نعمل الشنفر فيه. اول ما بنعمل كليك بتظهر لنا عايزين نعمل شنفر كام ملي، هنعمله 2 ملي 2 مليمتر شنفر، اخترناه اتعمل لنا. بعد كده نختار نفس الاوردر تاني وهنعلم على الكورنر اللي فوق 2 مليمتر ونستخدمه. بعد كده هنجرب الفيلت، لما نختار امر فيلت ونعلم على الكورنر نحط 2 مليمتر فيلت. فاحنا بقى عندنا دلوقتي جربنا استخدام الاوامر بتاعه الفيلت بالشنفر للرسمه اللي موجوده عندنا، بان احنا بنحدد اللينس بتاع الشنفر او الفيلت ريديوس كام، وبنعمل سيلكت للكورنر اللي احنا عايزين نعمل فيه الشنفر او الفيلت. بعد كده هنحفظ الرسمه زي المره اللي فاتت ونختار الباس اللي هتحفظ فيه الرسمه ونديله اسم زي ما قلنا قبل كده. احنا دلوقتي بنحفظ ملف الكاد بتاع الرسمه، بعد كده هنروح نعمل بروسيس باليت ونأكد على خواص القطعة المشغولة اللي هتبقى متثبتة على الظرف بتاع ماكينة الخراطة. بيقول لنا ملف الجي ام فايل هيتحفظ فين، بنحفظ الملف وبتجيلنا شاشة السيميليشن. لما هتنفذ حضرتك التمرين دوت المفروض ان انت بتحتفظ لي بملف الجي كود وملف الرسمة باسم التمرين بتاع النهاردة اللي هو اسمه لاب نمبر 6. تمام، بعد كده بنفتح الشاشة بتاعت السيميليشن، وزي ما انت شايف دلوقتي هو في المراحل بتاعت التشغيل الماشينينج سيكونس اللي تم، في أجزاء بياخدها بيعمل لها رافينج تيرنينج الأول، وبعد كده بيرجع يعمل عملية الفينيشينج في المرحلة اللي احنا شفناها دي، وبعد كده بيروح يغير القلم ويختار البارتنج أوف، وكده تبقى انتهت عملية تنفيذ المشغولة على ماكينة الخراطة. لازم ناخد بالنا ازاي تم عمل الفيلت والشنفر والمراحل بتاعة الرافينج والفينشنج. كده بينتهي المحاضرة او المعمل بتاع النهاردة، وهيتطلب مننا ان احنا ننفذ التمرين الثالث والرابع اللي موجود في توتوريالز والاكسرسايز بتاع ماكينة المخرج. نشوفكم ان شاء الله في المعمل بتاع الاسبوع الجاي.